امبي بيتعادل مع الاهلي 2-2، وسمعنا تصريحات مدرب امبي يعني تصريحات غريبه جدا، وهناخد الدوري وكلام غريب كده يعني محترمي. وطبعا اعتلاء صداره الترتيب اللي امبي لعب يا جماعه 17 مباراه جاب 28، تخيل اللي معتلي الدوري 28 نقطه بعد ما هو ده يقول لك المستوى الضعيف بتاع الدوري بتاعنا. يعني مدرب امبي ده شارب حاجه مع احترامي الشديد، بيقول لك احنا بننافس على الدوري. دوري مين ده؟ الاهلي. انت الاهلي، انت لعبت 17 مباراه، الاهلي لاعب 9، يعني لسه الاهلي 8 مباريات، 3 في 8 بكام؟ 24 نقطه. 24 نقطه يعني المباريات المؤجله لنا الاهلي هنقول هيكسب منهم مش الثمانيه، هيكسب 7 6، هيعديك بدبل سكور. يعني انت مجنون. يعني مع احترامي الشديد الناس دي شاربه حاجه يا جماعه. وبرجع بقول ان كولر يتحمل اللي حصل امبارح. هنتكلم في عمر كمال عبد الواحد ده، انت يعني بتدمر عندك لعيب اسمه الدبيس ده ولا اسمه ايه. انت لما يبقى عندك لعيب علي معلول اساسي، مشيت محمد اشرف كان بيبقى بديل له، خليت كريم الدبيس لازم يلعب. اذا علي معلول يبقى الدبيس، مش تخترع تجيب عمر كمال عبد الواحد تلعبه مكانه في الشمال. ده انت بتقول يعني الدبيس ده عنده كرامه يمشي. يعني لما تجيب واحد بيلعب رجل اليمين وعمره ما لعب في الشمال وما بيلعبش باك ليفت، وتلعبه على لعيب اساسي اللعيب الاساسي بتاعه الشمال وبيلعب باك ليفت، معناه ان كريم الدبيس ده ملوش في الكوره وعمر كمال عبد الواحد. هنتكلم في مجمل المباراه قبل ما ندخل في التفاصيل. رجعت تدعمونا بلايك وشيركم انت، ودغط على زر الجرس، وعيدكم مبارك ان شاء الله يا رب. العيد بكره ان شاء الله كده، يا رب تفرحوا وتتهنوا. وتعالوا نتكلم في المباراه. طبعا الاهلي لعب ب 4-4-2، طبعا 4 خط ظهر. اول مره يلعب الاهلي ب 4-4-2، يعني انا اول مره اشوف ان مودستي بيلعب راس حربه مع كهربا. يعني كان في وشويه تغييرات كده غريبه كانت بتحصل. يعني مع احترامي الشديد كولر كان بيألف امبارح. كولر مشكلته منه عارف ان الدوري ضعيف وكل التأليفات ما حدش بيخسره، فعشان كده بيعمل اللي عايزه. هو لو في دوره جامد مش هيعمل التأليفات دي، مش هيألف. ليه؟ لان الدوري ضعيف، فانت كده كده بتكسب سواء غلطت ما غلطتش، ما حدش هيخسرك يعني. فطبعا انت امبارح اول نقطه مصطفى شوبر برده في اول المباراه يا جماعه، في اول المباراه يعني شال كرة ما تتشالش بصراحه عشان يبقى متفقين. بس الحظ برضو بيقول لك على حاجه، ان الثلاث كور اللي راحوا بامبي هدفين منهم هدفين. يعني وشوف كميه الفرص الضايعه والاستحواذ للاهلي. الاهلي كان عنده رعونه، الاهلي كان عنده لعيبه بتستهبل، الاهلي ما كانش عنده تركيز. الاهلي الحاج مودست امبارح الله يعني ملوش في الملعب. يعني اللي عجبني امبارح كان طاهر محمد طاهر وكهربا، عشان نبقى متفقين طاهر محمد طاهر وكهربا وقفشه. بس قفشه كمان على الجول ما كانش حلو، يعني ما شفناش باصات قفشه. الباقي كله شكرا. كوكا ما كانش موجود، مروان عطيه ما كانش موجود، ربيعه ما كانش موجود، محمد عبد المنعم ما كانش موجود، عمر كمال عبد الواحد ما كانش موجود. معنى ان الفرقه كلها بره الجيم كده، ده شغل مدرب. ده المشكله في المدرب برضه، عايزين الكولر يتحمل جزء. انت امبارح ثلاثه اربعه اللي كانوا في الملعب، طبعا مصطفى شوبير لا يسال على الاهداف، لا يسال تماما على الاهداف اللي دخلت فيه. ورعونه خط ظهر النادي الاهلي، انت مش مفيش رقابه صح، مفيش تمركز في المكان صح، مفيش. انت واقف بتهزر. احنا امبارح محمد عبد المنعم يا جماعه لازال بيتكبر وعنده حق، مفيش حد بياخدها منه. يعني لما سالوا رامز قال لك مفيش راس حربه، هو كان مصطفى محمد. لكن في الدوري ما عندكش حد. مع احترامي الشديد امبارح بيرقص اثنين يا جماعه، اخر لعيب في الملعب بيرقص اثنين ضاغطين عليه وبياخدهم منهم وبيعدي. ليه؟ معنى ان مفيش فراوده. بس انت بتتكلم طبعا، لازم تتكلم على ان الانبي عمل جيم على قد امكانياته وقدراته. بالعكس انبي انا بقول فرقه ضعيفه جدا وفرقه عاديه جدا، فرقه عاديه جدا. ولو الماتش اتعاد ولعيبه الاهلي مركزه هتشيل انبي 4-5. يعني عشان نبقى متفقين، امبارح انت ضيعت فرص كتيره جدا. يعني انت بتتكلم على تغييرات امبارح اللي نزلت، طبعا لازم نتكلم على يوسف لبيب. يوسف لبيب ده يا جماعه نزل قلب الدنيا. يعني انا بتدي رجل المباراه الكهرباء اللي بديها ليوسف لبيب. الهدفين يا جماعه اللي جايبهم من الاهلي هدفين ملعوبين جدا. ازاي في الاولانيه الهدف الاولاني بيقطع وبيسبق بيلعبها في البعيده بيركنها، وازاي وسط مدافعي النادي الاهلي العتاوله رامي ربيعه 195 ومحمد عبد المنعم 180 وقوتهم ولاعيبه جامده جدا وبيسبق بيلعبها براسه. لا انا كنت اديت اللعيب ده احسن لعيب في المباراه. طبعا عايزين نتكلم على ان سيد ياسين المدرب بيقول لك ان الدوري بتاعنا ومش الدوري بتاعنا والكلام ده كله كلام ما ينفعش. انا بقول كولر يتحمل الاداء السيء اللي شفناه امبارح، الاداء السيء اللي مش متعودين من الاهلي. في فرعونه بتلعب باتنين راس حرب، انت عندك اسامه ابو علي ليه ما نزلتوش من بدري؟ ليه انت مش هتلعب كهربا؟ كنت لعبت يعني كهربا ده لازم يلعب راس حربه. الواد ناجح جدا في المركز ده، معناه مش راس حرب. امبارح جاب جولين جمال جدا،
جول براسه يا جماعه، وجول بيركنه في حته حلوه قوي الجول الثاني. يعني كهربا امبارح بيلعب بدماغه، وكهربا في الحته دي مزعج. انت الحاج مزدي استدار، كنت وفرت مجهود وما نزلتوش. رضا سليم كنت نزلته من بدري، من بدري فتحت الملعب كده. طاهر محمد طاهر من أج... من لاعب من عمل مباراه جميله جدا امبارح، ما كانش المفروض تطلعه. يعني انت بتتكلم ما كانش المفروض تطلعه. فانت امبارح تاليف من، انا بتكلم تاليف بصراحه عشان نبقى متفقين، من اللهم صل على محمد كولر. كولر الف تاليف ما بعده تاليف بصراحه، يعني كولر عمل تاليف ما بعده تاليف يا اخوانا. فانت بتتكلم على ان عمر كمال عبد الواحد انت بتنهيه، انت بتنهيه، يعني انت بتطلعه بشكل وحش. عمر كان لاعب واحد ما بيلعبش في المكان ده خالص، عمر كان لاعب واحد مستحيل يكون في الاماكن دي وبيلعب كده، انت بتنهيه. ما كانش عمر كان لاعب واحد يا جماعه، ما كانش عالم علوي الدبيس لازم يلعب، لازم يلعب. انت معنى كده تعرف تخيل انك بتجيب واحد محاسب، محاسب وعندك بديل له محاسب، والمحاسب ده مرض وخلاص ما راحش الشغل، المحاسب ما تجيبش المحاسب، جبت واحد تاني خالص فكهاني جبته يمسك مكانه. فانت بتالف، فحرام يعني. فانت امبارح لو بصينا للنادي الاهلي، النادي الاهلي امبارح ضيع كتير، كان فرعونه، فرعونه شديده جدا امبارح من النادي الاهلي. النادي الاهلي انا شايفه ضيع فرص كتير، كان في نهايه هجمه احسن من كده، كان في شغل المفروض يبقى احسن من كده، كان في بطء، كان في رعونه. حتى خط ظهر النادي الاهلي امبارح يعني محمد عبد المنعم بيتدلع والمفروض له ارسه ودن، حتى تصريحات كولر. لا، النادي الاهلي بيخسر بسبب رعونته، وفرقه بتلعب على قد امكانياتها وقدراتها. مش بقول لك فرقه ام بي واو هتاخد الدوري زي التصريحات دي، ام بي ده مش هينافس، الدوري محسوم للنادي الاهلي، وبقول لك اهو الدوري محسوم للنادي الاهلي. لا يوجد منافس للنادي الاهلي في الكره المصريه، النادي الاهلي الافضل، النادي الاهلي الاقوى، احسن لعيبه حاليا متواجدين في النادي الاهلي، كومبارسات الانديه الثانيه. لكن نرجع نقول رعونه النادي الاهلي هي اللي عملت كده امبارح. النادي الاهلي الطريقه اللي كان بيلعب بيها كولر هي اللي يعني مع احترامي الشديد هي السبب في الموضوع ده. انت جيت طلعت مين يا جماعه؟ اكرم توفيق نازل يعملها يا جماعه، مع احترامي الشديد، يعني مع احترامي الشديد لاكرم توفيق. وسام ابو علي انت لو بدايه سليم ما كنت لعبته، ما كنتش لعبت مودست. مودست ده يا جماعه يعني انت تجيب ماتش اعتزال تنزله، يعني انت رضا سليم المفروض كنت تنزله من بدري. يعني انت حتى طلعت مروان عطيه وسبت السليه امبارح لوحده يا جماعه، ومع ذلك بتجازف، ومع ذلك انت ما فيش حد، يعني نص ملعبك كان مكشوف، لان قفشه طاير. انت بتتكلم ما فيش حد بنص ملعبك نهائي، يعني انت عمرو السليه احمد نبيل كوكا طلع ونزل عمرو السليه، وبعد كده كمان رضا سليم مروان عطيه، يعني انت طلعت نص ملعبك كله بالكامل. فانا بتكلم ان المباراه الاهلي اللي عمل في نفسه كده، ومش متعودين الاهلي في الدقيقه بلس 90 يدخل فيها اهداف، الدوري بتاع الاهلي. لكن لازم نتعلم ان الرعونه هي دي العقاب بتاعها، ده عقاب طبيعي. المهم عجبك الفيديو، لايك شير كومنت، سلام عليكم.